هكذا بدأ الحلم قبل أكثر من 130 عاماً عندما تم غرس البذور الأولى لبناء دبي المعاصرة بواقعها المتألق. فمدينة دبي بحكم موقعها الجغرافي المميز وتوسطها طرق التجارة بين الشرق والغرب واعتمادها على النشاط التجاري، تحولت من قرية صغيرة للصيد والغوص إلى مدينة للمال والأعمال. واليوم تحظى دبي بأفضلية لا تضاهى في ربط الأسواق ببعضها البعض من الشرق الأقصى وصولا إلى الولايات المتحدة، مما جعلها مركزا تجاريا وماليا عملاقا. برزت مكانة دبي كوجهة للصيد والغوص على اللؤلؤ منذ القرن 18، وأبت قيادتها إلا أن تلعب دورا كبيرا، فتحولت إلى مدينة تجارية واسعة وواحدة من أروع مدن العالم العصرية، وشكلت مثالا حيا على التناغم والتمازج الذي يجمع منازل الجص القديمة بناطحات السحاب المذهلة. As a global aviation service provider, ExecuJet invested in the region in 1998, and we are very proud to be part of the growth and development of general aviation in the region. We see this as a key recovery market, which is why we are furthering our investments, and we encourage other investors to join us in the successful journey. تنقسم دبي إلى ثلاثة مناطق رئيسة، أولها ديرة على الضفة الشرقية للخور، وهي المنطقة الأكبر والمركز التجاري الرئيس، وبر دبي والشندغة على الضفة الغربية للخور. Dubai has been a gateway to opportunities in our field between the east and the west. A gateway that is supported by business infrastructures and platforms that are parallel to no other in this world. It has been a great honor and privilege to be part of the experience that has taken us here today and to where it will take us tomorrow. هكذا هي دبي تعدو بأقصى سرعة لتكون في الصدارة دوما، حيث تعتبر دبي الأسرع نموا بين مراكز الطيران الجوي في العالم، وتم تصنيفها بين أول خمس مطارات من حيث عدد المسافرين الدوليين وحركة الشحن في العالم. في إبريل من عام 2000 للميلاد جاء افتتاح مبنى الشيخ راشد، والذي زاد المبنى إمكانية المطار من 10 ملايين إلى 25 مليون مسافر. ثم افتتح المبنى رقم 2 الذي يضم شركة فلاي دبي، وهي شركة طيران إماراتية بكلفة منخفضة. Dubai is a testament to what can be achieved when you dream big. UAE is the homeland where ambition meets traditions. تم افتتاح المبنى رقم 3 من مطار دبي الدولي ليكون المبنى التشغيلي الخاص لطيران الإمارات، وهذا الافتتاح السلس للمبنى الأضخم في العالم لم يؤدي فقط إلى زيادة إمكانات مطار دبي الدولي إلى 60 مليون، بل جعل المطار يفوز بميداليات من شركات عالمية تعمل في مجال الطيران. Dell has been based in the Middle East here in Dubai for well over 10 years. Legislative frameworks make it simple to do business. Forward-thinking governments of the UAE as well as Dubai make it simple and easy for companies like Dell to do business. Being based in Dubai for Dell for the last decade makes real sense. A forward-thinking federal government and a forward-thinking local government here in Dubai makes business simple. تمتلك دبي حالياً شبكة طرق مذهلة لا مثيل لها في العالم، تصل ما بين مناطق دبي بشكل سلس عبر الجسور الضخمة، وفي سابقة هي الأولى في المنطقة تم افتتاح شبكة مترو دبي في 9 سبتمبر من عام 2009، واعتمد على أكثر من 50 محطة، ويعتبر مترو دبي أطول مترو أوتوماتيكي في العالم، يعمل من غير سائق وهو صديق للبيئة. كان هذا التطور السريع بعد أن بدأت دبي إنتاج النفط رسمياً في عام 1969 للميلاد، الأمر الذي أنعش الاقتصاد وعمل على توافد التجار للاستقرار والاستثمار في المدينة. Commercializing technology requires vision, commitment and belief. Dubai encapsulates all of these qualities thanks to its leadership. We're very much at home here in Dubai.
Everything we've seen of Dubai so far is a very small part of what's coming ahead. The vision, the wisdom, and most of all, the guts of the people behind Dubai are unique. We are proud to be part of it. ويعتبر من أهم المحطات التي مر بها تاريخ دبي المعاصر إنشاء برج العرب عام 1999، والذي يعتبر أفخم فندق في العالم، الذي عزز سمعة المدينة كوجهة سياحية راقية. كما افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برج خليفة رسمياً في 4 يناير من عام 2010، ليصبح البناء الأعلى في العالم بعد أن بدأ العمل بتشييده في يناير في عام 2004، والذي بلغت تكلفته 1.5 مليار دولار، ويسع البرج 12,000 شخص، وهو ما يسمى بالمدينة العامودية. Dubai is already a world-class city offering numerous benefits for businesses to grow. This is the solid foundation upon which we can continue to work hard to achieve even greater heights. The best place to turn dreams into reality and plans into profit is definitely Dubai. لقد أصبحت دبي مدينة عالمية تقف شامخة بين أمواج الخليج العربي وبين أحضان رماله الذهبية. كل هذه الظروف سمحت لدولة الإمارات لتكون استثناء على المستوى العربي والعالمي، حيث تتفرد بوجود تعايش سلمي بين جاليات من جنسيات مختلفة يزيد عددها عن 180 جنسية. ما بين دبي الماضي والحاضر والمستقبل يأتي حلم 2030 ضمن رؤية سامية تهدف إلى تحويل إمارة دبي بحلول عام 2030 إلى إمارة ومدينة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. إنجازات دبي خلال الأزمة العالمية كانت رداً على كل المشككين، فدبي قامت على أسس اقتصادية وتنموية قوية وراسخة مكنتها من التعامل بكفاءة عالية مع تبعات الأزمة المالية العالمية. فدبي لم تكن طائراً يغرد منفرداً، بل إنها عضو في سرب دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو سرب قوي ناجح وقادر على مواجهة أصعب التحديات.